أفضل 10 كتب تبدأ بها قراءة التاريخ الحديث. سنرشح لكم في هذا المقطع بعض الكتب الهامة التي من شأنها أن تساعدك في شق طريقك نحو المعرفة. أولاً، الوحي ونقيضه، بروتوكولات حكماء صهيون في القرآن، دكتور بهاء الأمير. سوف تقرؤون في هذا الكتاب التاريخ الحقيقي للعالم، التاريخ الذي صنعت البروتوكولات أحداثه وكونت مساره. إنها مسألة أكبر من أساتذة العلوم السياسية وفوق مستوى المؤرخين من الطراز التقليدي. معركتنا الحقيقية هي معركة إعادة فتح العالم وإصلاحه بالوحي. ثانياً، القدس في القرآن، الشيخ عمران حسين. إن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقة وأملاً في أن ينتصر الحق على الباطل والطغيان. لقد كتب هذا الكتاب لهذا الغرض بالذات، أن يفسر للمسلمين هذا العالم الغريب الذي نعيش فيه اليوم. إنه عالم يبدو فيه أن قضية الإسلام قضية خاسرة، لكن القارئ بعد أن يقرأ هذا الكتاب سيعرف، إن لم يكن يعرف من قبل، أن الحقيقة غير ذلك تماماً. ثالثاً، الجهاد لتحرير البلاد وتشريف العباد، الأستاذ الدكتور البشير التركي. يكشف المؤلف في كتابه عصابات التخريب المنظمة التي ظهرت في البلدان الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية، ومهمتها إخلاء البلدان من اللغة العربية ومن الإسلام، وذلك باستخدام آيات داخلية عمداً أو غفلة. رابعاً، حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد، دكتور عبد الحي زلوم. ستدركون بعد قراءة هذا الكتاب لماذا كانت الهيمنة على اقتصاد العالم مسألة حياة أو موت بالنسبة للإمبراطورية الأمريكية التي تعيش حالياً على أرقام فلكية من الدين، ومسألة انهيارها هي مسألة وقت، وكيف سيتغير وجه العالم لو توقف المسلمون عن الالتزام بالتعامل بالدولار. خامساً، اعترافات قرصان الاقتصاد، الاغتيال الاقتصادي للأمم، جون بيركنز. في هذا الكتاب يعترف قرصان الاقتصاد جون بيركنز بدوره الشيطاني في منح القروض الربوية إلى الدول النامية لتوريطها في قروض لا يمكن سدادها أبداً، وتصبح بذلك تحت رحمة الدول الكبرى التي تقوم بالسيطرة عليها واستنزاف ثرواتها. سادساً، كيف هدمت الخلافة؟ الشيخ عبد القديم زلوم. إن المسلمين اليوم في محنة ما بعدها محنة، وفي بلاء ما بعده بلاء، وإن العلاج الناجع لهم إنما هو إدراكهم لقضاياهم، وأهم هذه القضايا على الإطلاق هي مسألة الخلافة، فلا بد من فهم أسباب سقوطها من أجل العمل لإعادتها، وهذا ما يعالجه هذا الكتاب. سابعاً، أمريكا الإسرائيلية وفلسطين الهندية الحمراء، محمد شعبان صوان. من يريد أن يتجنب مصير الإبادة الذي عانى منه سكان أمريكا الأصليون، فعليه التعلم من دروس الماضي التي قاس منها الهنود الحمر من قبلنا. رغم استبسالهم في المقاومة اليائسة أمام طوفان الهجرات، وما زلنا نقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها من قبلنا، فهذا الكتاب فيه من الدروس الكثيرة لنتعلمها. ثامناً، مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، ترجمة دكتور محمد حرب. ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يفضح تلفيق مزيفي التاريخ ويكشف ضلالاتهم، فتتحدث هذه المذكرات عن الوقائع المزيفة، وتظهر عزل السلطان عبد الحميد وإنهاء الخلافة، والقصد من ورائهما ضرب الكيان الإسلامي وتمزيقه، لأنه يقف في وجه الصليبيين ويحول دون آمال الصهيونيين في إقامة دولة إسرائيل. تاسعاً، أول الآتين من الخلف، دكتور بهاء الأمير. إن هذا الكتاب يعالج الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها من وصول محمد علي باشا إلى السلطة فيها وحكمها، وتغيير مسار مصر والشرق كله. عاشراً، السلطان والتاريخ، لماذا نقرأ التاريخ العثماني، محمد شعبان صوان. إن المقصود من هذا الكتاب هو الإجابة على السؤال الهام، لماذا نقرأ التاريخ، ولماذا نقرأ تاريخنا بشكل خاص؟ فكانت صفحات الكتاب للإجابة على هذا التساؤل فيما يخص التاريخ العثماني،
لأنه ليس تاريخاً ميتاً يحكى للتسلية أو البكاء أو حتى الإعجاب، بل إن هناك عبراً ودروساً يمكن لأمتنا أن تستقيها من هذا التاريخ القريب. تجدون رابط الكتب في صندوق الوصف أسفل المقطع. وأخيراً نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة. ومن أجل مساعدتنا في صنع مقاطع الإنفوغرافيك يمكنكم دعمنا عبر موقع باتريون والاطلاع على متجر قناة صناعة الوعي.